تسلط الأضواء في الحياة السياسية الفرنسية على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في 23 من أبريل وفي 7 مايو 2017. ينتخب الرئيس الفرنسي بالاقتراع الحر المباشر لولاية من 5 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، ويتعين على المرشح الحصول على توقيع 500 عضو في المجالس النيابية من 30 إقليماً أو مقاطعة ما وراء البحار كحد أدنى، وتنشر فيما بعد اللائحة الكاملة للموقعين. قد يكون المرشح إلى الرئاسة مستقلاً أو ممثلاً لأحد الأحزاب السياسية. وقد قررت الأحزاب الرئيسية اليمينية واليسارية كما حزب الخضر في 2017 تنظيم انتخابات تمهيدية. في 2012 خاض الانتخابات 10 مرشحين، في حين كان عددهم 12 في 2007 و16 في 2002 بحيث كانت مشاركة قياسية. وفي التفاصيل قد يعلن المرشحون نيتهم خوض الانتخابات في وقت مبكر، إلا أن مدة الحملة الرسمية قصيرة إذ تبدأ في الاثنين الثاني الذي يسبق الجولة الأولى، ويتعين على الإعلام أن يكون عادلاً في التغطية السياسية، ولكل مرشح الحق بحضور إعلامي عادل على إذاعات الراديو والقنوات التلفزيونية، وتراقب المدة الزمنية المتساوية للتصريح بدقة خلال الحملة الانتخابية الرسمية. اللقاءات والبيانات ومقرات الحملة الانتخابية كلها أمور مكلفة، إلا أن النفقات لا يتعين أن تتعدى 16.9 مليون يورو أو 22.5 مليون يورو للمرشحين اللذين بلغوا الجولة الثانية، وتدفع التكاليف التي تعيدها الدولة جزئياً فيما بعد بالاعتماد على نتائج الانتخابات. إلى ذلك تجذب الانتخابات الرئاسية أكبر عدد من الناخبين، ففي 2012 لم تتعدى نسبة الامتناع 20%، ويصوت الناخبون يوم الأحد بين 8 صباحاً والسابعة مساءً في بعض المدن، في حين يقوم العديد من أقاليم ما وراء البحار بالتصويت يوم السبت. وينتقل المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات إلى الجولة الثانية، فيمنحان 2 أسبوع إضافيين لاستكمال حملتيهما. أما في الجولة الثانية فيفوز المرشح الذي جمع أكبر عدد من الأصوات.